سأعطيكم أولا نبذة صغيرة عن سامية مديرة بيت رجاء الجداوي، ثم نرى فيديو رائع يكشف عمق المحبة التي كانت بينهما، وبعده جمال وشياكة وفخامة فيلا رجاء الجداوي. قصص وكواليس إنسانية جمعت الراحلة رجاء الجداوي بمن حولها، مما جعل الجميع في حالة حزن شديد بعد وفاة الفنانة المصرية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. من بين تلك القصص حالة إنسانية خاصة وقعت أحداثها قبل أكثر من 45 سنة، حينما قدمت فتاة في 16 من عمرها وهي تمسك بغلاف إحدى المجلات والذي تتواجد عليه صورة رجاء الجداوي. تلك الفتاة التي جاءت من محافظة المنوفية وهي ترفع الصورة وتطلب من الفنانة المصرية أن تعمل في منزلها حبا فيها، حتى باتت مديرة المنزل وظلت فيه حتى تجاوزت 60 من عمرها. سامية مديرة منزل رجاء الجداوي والتي تحدثت من قبل عن سر الغلاف الذي جاءت به إلى القاهرة، موضحة أنها حينما شاهدت فيلم دعاء الكروان تأثرت بمدى الحنان الذي أظهرته رجاء الجداوي في الفيلم، فتمنت في ذلك التوقيت أن تعيش في خدمتها ولا تقوم سوى بهذا الأمر في الحياة. ولم تجد من رجاء الجداوي سوى دور الأم، حيث كانت تخاف عليها كثيرا وظلت كذلك حتى سنواتها الأخيرة. سامية رفيقة حياة رجاء الجداوي لم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن السيدة التي عاشت بصحبتها سنوات طويلة، فيما أكدت الراحلة في حديثها عن مديرة منزلها أنها رفيقة رحلة طويلة وعمود أساسي في المنزل، كانت دائما ما تتولى تدبير أمور حياتهم. حتى في أحلك الظروف كانت تستطيع التدبير والتعامل دون أن يشعر أحد بوجود خلل، ولم تعد علاقة مديرة المنزل قاصرة على رجاء الجداوي وعائلتها فقط، بل بات الوسط الفني كله يعلم بأمرها، وصارت هناك أكلات خاصة يطلبونها من السيدة سامية مديرة المنزل، لعل أشهرها وجبة المسقعة والتي احتفلت ذات مرة من خلالها بعيد ميلاد رجاء الجداوي. وإليكم الآن الفيديو، تابعوا وبعده هنشوف الأول فخامة فيلا بتاعت رجاء الجداوي الله يرحمها، وبعد كده نشوف حقيقة تبرعها للشعب المصري بكل ثروتها. هنشوف الأول أدي حمام السباحة، في قاعدة كده قدام حمام السباحة جميلة، وهنا وهي قاعدة برضو في الجنينة بتاعت الفيلا، مكان كده للقعدة جميل والألوان لايقة مع الشجر والكراسي خشب، وهنا وهي بتهتم بالأشجار اللي في الفيلا وبالخضرة اللي فيها. طبعا الخضرة تجلب فرح للإنسان، وهنا وهي بتقرأ كانت بتتحدث عدة لغات وكانت مثقفة جدا الله يرحمها، حتى لبسها لايق على الورد والجناين اللي حواليها. هنا بتزين حتى الشجر بحاجات مبهجة عاملة زي البالونات الصغيرة أو البيض الملون. كل جزء في الفيلا بيحكي قصة حياة. وادي هنا صورة حسن مختار على ترابيزة في جنينة، طبعا زوجها حسن مختار الله يرحمه توفي مؤخرا أيضا. ده كان الفيلا من الخارج، و هنخش بعد كده نشوف الديكورات الجميلة جدا والتنسيق اللي جوه الفيلا، أرضيات باركيه ومحلى بفلوتو داير ما يدور، وستاير على أعلى مستوى مش ستاير عادية كده،
وهنا ده مكان للتذكارات والصور الجميلة، أحن قلب وأطيب قلب، أكيد أحن قلب رجاء الجداوي الله يرحمها. وهنا جزء تاني من الاستقبال، تامر حبيب مع بنتها أميرة مختار، وادي رجاء الجداوي منورة، وهنا بوسي ربنا يديها الصحة، ورانيا فريد شوقي. طبعا الديكورات رهيبة، مش ممكن الديكورات، مش دور واحد، كذا دور فوق بعض. وهنا برضو مكان للذكريات، وكله ملفوف بحيث انه ما يتطربش، بس ملفوف بشياكة، مش ملفوف كده اي كلام بملاية ولا بتاع زي ما بنعمل. وهنا برضو التكييف مع الأرضية الباركيه مع العنب الصناعي، بيدي جمال للشقة أو الفيلا من الداخل. الله يرحمها كان ذوقها جميل جدا. وفي تماثيل كمان، وحتى التذكارات البرواز لكل صورة بيجمل المكان، وحوالين البراويز فروع شجر صناعي. هذه السفرة والنيش والأطباق كله في مكانه، وكله حسب الأصول، هي بتفهم في الإتيكيت جدا طبعا، كانت عارضة أزياء مشهورة. هنا مع بلبلة نبيلة عبيد ربنا يديها الصحة. كل مكان في الفيلا فيه ورد، فيه شجر، فيه طبيعي أو صناعي. هي كانت بتحب الخضرة جدا، وكانت بتنشر الفرح في كل مكان تروح فيه. وأنا مع حفيدتها رضوى، بره الفيلا، ده كلب ملبسينه، ولايق على الديكور كمان حتى اللبس بتاعه. وهنا ده الكاس، ده مش كاس، دي أباجورة، لكن الجسم بتاعها عبارة عن كاس. كل حاجة كأنك في شم النسيم، تحس ألوان كلها مبهجة ومفرحة، ولا يمكن تجيب الاكتئاب. وهنا في غرفة من الغرف محطوط صورة حسن مختار زوجها الله يرحمه، حتى الفوانيس معمولة بطريقة لطيفة بتبرز جمال المكان ومنورة من الداخل. فعلا زوها راقي جدا 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 الله يرحمها، كانت ست جميلة، كان الكل بيحبها. أما بخصوص حكاية الثروة، ففي حساب كتب إن آخر رسالة ليها: أقر أنا رجاء الجداوي بتوزيع ثروتي على الشعب المصري. وظهر بعد كده تكذيب، وإن الكلام ده كله شائعات وما حصلش، بس الناس بتحب لايكات وشير والكلام دهوت على حساب حد، ده ما يصحش طبعا، كله كان كذب وشائعات. الله يرحمها. هنا مع بوسي شلبي، وهنشوف برضو أسرار تانية عنها، كانت ست شيك جدا. أخيرا الحمد لله الحلم أصبح حقيقة، قدرنا بمساعدتكم المادية
ومساعدتكم الإنسانية للمستشفى البحرية إن إحنا نجمع مبلغ 21 مليون جنيه. ده معناه إيه؟ معناه إن قائمة الانتظار بدل 45 يوم أصبحت 21 يوم. شيء جيد جدا جدا. الحمد لله. إحنا بنشكركم جدا وبشكر مستشفى البحرية اللي أنا بعتبرها سند ووتد سند المرأة في حالة مرضها. شكرا بحرية.